لخص الكلاسيكو في الورقة التالية: الرجاء نجح في ثاني محاولة له من هز شباك الجيش بعد إبعاد خاطئ للكرة من قبل الحارس أنس زنيتي والموقع فيفيان مابيدي. ضربة حرة للضيوف لم تسعفهم في إدراك التعادل. الانسلال من الجانبين كان الحل الأمثل للهجوم بعدما تعذر صنع فرص من وسط الميدان. مرتد قاتل للجيش صنع منه المهدي النغمي هدف التعادل في لحظة تراجع فيها الأخضر عن امتلاك الكرة. الخضر سعوا نحو التقدم ودائما من الرواق الأيمن الذي فتح أمامهم باب الأفضلية بهدف ثاني من إمضاء سمير الزكرومي في مرماه. رد الجيش جاء من ضربة حرة ارتدت عن العارضة، وعلى إيقاع الشنآن انتهت الجولة الأولى بتفوق الرجاء بهدفين لهدف. محاولات الفريقان مع بداية الجولة الثانية لم ترق إلى عتبة التهديف. التسديد بدا الخيار المتاح لتعميق الفارق والتعديل. المباراة توقفت لدقائق قبل استئنافها. الحارس هشام علوش أحسن في إبعاد كرة من ركنية. اللقاء في بعده التكتيكي وضع المدربين في اختبار كفاءة لتأكيد نجاعة النهج الفني والتكتيكي للمدرب رشيد الطوسي للمرة الثانية على التوالي مقابل تجاوز سقطة ذهاب تمن الكأس من جانب المدرب عبد الحق بن شيخة. الفريقين هذه السنة ناويين باش يمشيو بعيد. فريق الجيش الملكي أظن بأنه أكد يعني من ناحيه اللعب ديالو قوته. كانت هناك ضربه جزاء واظن بان غنخليو الحكم للمتخصصين باش يعنوا عليه. كانت هناك دفع كثير على الحارس مرمى زنيتي اللي راه تراصف ديك الهدف، واظن بانه ملي كتولي كتفوت الناس وكتولي كتستعمل يعني بعض يعني العنف اللي كيكون غير ايجابي داخل الملعب كخص بطاقه حمراء، فاللاعب والرزوق يستحق بطاقه حمراء. نجحت للتكتيك ما لا والو، اللاعبين حبوا إرادة ديالهم عملت الفارق. كانت بريسيون علينا كبيرة بعد الماتش الأول، لا بريسيون ما خلاتناش نديفلوبيو اللعب ديالنا. ولو ميطون الأول لعبناه مليح، دوزيام ميطون حبينا نغارديو سكور، يعني حبينا نغارديو لي دو بيوت ديالنا، دفعنا على لي دو بيوت ديالنا وربحنا المباراة. دوك نقول لك تكتيك ما هذا كلام كله زايد. نظن الإرادة تاع اللاعبين عملت الفارق. هذا ما كان الرجاء يستعين بفوزه في البطولة الاستدراك عثرة الكأس، فيما سيعيد الجيش ترتيب الأوراق من أجل الحفاظ على مكسب الذهاب عند إياب تمن الكأس. رجاء البيضاوي يحسم النقاط الثلاث ويلتحق بالصدارة، فيما فريق الجيش الملكي بدون انتصار لحد الآن. ومباراة الكلاسيكو يعني عرفت يمكن كانت يعني مثيرة وعرفت مجموعة من الأحداث المحوشة. نعم. فكان ظن أن فريق رجاء البيضاوي في لحظة من اللحظات يعني على المستوى الذهني سجل، ولكن لم يعرف كيف يدير الدقائق ما بعد الهدف. دائما الدقائق الخمس أو العشر ما بعد تسجيل هدف أو تلقي هدف مهمة جدا بالنسبة لأي فريق. فهنا وجد صعوبة لتطوير اللعب لو ديفلوبمون جو لتطوير اللعب ديالو للأمام، خصوصا فقد عمق هجومي كبير. أصبح فريق الجيش الملكي هو المسيطر على وسط الميدان وشن هجومات كثيرة حتى تأتيه الهدف. وما استغرب لها عندما تلقى فريق رجاء البيضاوي هدف كانت عنده ردة فعل قوية واستطاع تسجيل الهدف الثاني، وسقط في نفس الفخ أنه لم يستطع كيفية إدارة ما تبقى من المباراة. فأبقت المباراة يعني بين العديد من التغييرات اللي قام بها الطوسي لم تعطي أي شيء حتى أن انتهت المباراة. فهنا تنتكلمك على قدرة هذه الأندية على المستوى العالي، أتكلم عن عصبة الأبطال على كأس الاتحاد الإفريقي، هنا تتعدى مع بعض الأندية، فما بالك في المستوى العالي. لذلك فهناك عمل ينتظر العديد من المدربين. أعتقد أننا نتكلم عن شغب المدرجات، هناك بعض الناس كذلك لا مدربين ولا إداريين خصهم كذلك، لأن هناك استفزاز لبعض الجماهير بعض الحركات وبعض كذلك الشنآن السلبي اللي ما غيعطينا حتى شي نتيجة. لذلك نتمنى الفاعلين هما يكونوا قدوة للمتفرجين. نعم، نقطة يعني مع سي حرمات الله بالنسبة يمكن أجندة البطولة الاحترافية والتزامات المدربين، كيفاش يمكن المخطط لكم وبرنامج عملكم كيفاش يمكن يتلائم مع الالتزامات المدربين المغاربة اللي كيشتغلوا بالبطولة الاحترافية؟
هذا البرنامج اللي كنت كنشتغل فيه مع الطاقم ديال الاداره ديال التكوين، اول شيء عملنا حطينا البرنامج ديال البطوله. واي اسبوع فيه عمل ديال المدربين ما كنديروا فيه ولا شيء اللي كيهم هذوك المدربين. العمل اللي هو عند المدربين هي في الايام اللي ما كتكونش فيها البطوله، ما كتكونش فيها الكاس، ربما كتكون المنتخب اللي هو لاعب او لا كتكون فيه عطله، تما فين كنديروا المعسكرات اللي هي خاصه من المدربين ديال البطوله.